كنت متوقع الاعداد النهارده اللي شاركت النهارده في الاستفتاء؟ كنت ده انا هقول لك متوقع على حاجه، بكره هتبقى أعلى. بكره ان شاء الله هتبقى اكتر. لان انا برضو النهارده شفت الطوابير النهارده اللي كانت واقفه على المدارس، ستات. يعني الجيزه النهارده كانت المدارس واقفه كلها. بقول لك انتوا اثبتوا حاجه، مصر يعني سامحني بقى، اي راجل ما زعلش مني، لا مش هيزعل مني، ستات مصر بمليار راجل. انا النهارده اللي مفرحني مفيش طابور بتفرج عليه غير الستات، وبقى عماله مراتي تطلع لي بقى من على يوتيوب بالستات اللي بتخرج على تسلم الايادي وبتاع. ده شفناها عرضناها معانا والله، مش عارفه على تسلم الايادي ايوه حاجه، يعني ستات مصر الطوابير كلها ستات، الطوابير فعلا كلها ستات. مفيش حاجه في الاوبريت اللي انت عملته بتاع وقت الشدايد، يعني موقف كده طريف تفتكره كده؟ لا معاك اصل فنانين ذو مزاج خاص، يعني في تسلم الايادي بقى مش وقت الشدايد. في وقت الشدائد ما كانش فنانين، ده كانت كلها مجموعة. أنا جبت مع كورال أوبرا. آسف، تسلم الأيادي. في تسلم الأيادي لا في مواقف كتيرة، يعني في كان إزعاج طبعا، طالما الدكتور عارف يحيى البستاني وأنت عارف يحيى البستاني. طبعا يحيى البستاني. فيحيى ما بيعرفش يقعد ساكت. يحيى البستاني أستاذ عندنا في الأسرة. ما بيعرفش يقعد ساكت يحيى. يعني الكابينة الاستوديو البلينج روم قد يعني حوالي مترين في مترين. فأنا بحب لما آخد تيك الصوت لمطرب أبقى باخد أحسن ما عنده. فبقى مركز، ويحيى ورا عامل حديقه، يعني حديقه في ظهره. فاروح بص له اقول له ايه، احنا مش كده مش عارف اشتغل ايه، احنا لازم نسلم الغنوه قبل العاشر من رمضان. فاروح عامل انا لف وشي من هنا، ويحيى نفس الحكايه طبعا، انتوا عارفين يحيى مش هحكي لكم. لغايه ما بقت توصل بقى ان انا اقفل الباب بالمفتاح ومحدش يدخل من الاستوديو بتاعي. قول لي باذن الله، يعني ربنا يكرمنا ويكرم مصر، وبكره العرس يكتمل وتبقى النتيجه اللي احنا كلنا منتظرينها. نعم متوقع. نعم ناوي تعمل ايه؟ ناوي تعمل ايه بقى؟ انا بيني وبينك مستني قرار راجل معين. انا عايز اعمل بس انا كل ما اسال في الموضوع ده اقول انا مش هقدر اخد خطوه غير لما هو يعلن. يعني انا نفسي بقى خلاص انا الاوان لسياده الفريق عبد الفتاح السيسي ان يعلنها لمصر كلها، مش عشان حاجه، يعني ما فيش حد بيرجو حد، ولكن بجد بجد هو رجل هذه المرحله. يعني انا شايف من وجهه نظري مصر الخطوه اللي جايه خريطه الطريق يا دكتور محتاجه بناء، والبناء ما فيش حد في الشعب المصري لسه عنده مطالب، وفي مطالب فئويه والناس لسه تعبانه، ما فيش جديد جد علينا احنا. خلي بالك الصبر اللي احنا صابرينه ده صبر الحب، انما كل الناس لسه مطالبها زي ما هي، لسه اللي عايز الناس مش هتحتمل ابدا صعوبه مراحل البناء في الفتره الجايه غير مع راجل بتحبه. ومفيش اقدر من الراجل ده دلوقتي محبوب من الناس، يعني لو قستها بكل المعادلات، سيبنا من موضوع القياده العسكريه والحسم والحزم والقوه والشده والكلام ده، احنا بنتكلم على انك انت الفتره اللي جايه انا كراجل عايز ومحتاج، وبقالي 3 سنين ما جدش حاجه في حياتي خالص، مش هقدر استحمل حد تاني. فلو انا كان نفسي اقف في الندوه اقول له الكلام ده، هقول له هل ترضى لمصر تاني مظاهرات او 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 حاجات مطالب فئويه ولا تعطيل مش عارف اتوبيس ولا، كنت عايز اقول له هترضى ده؟ هيقول لي لا. هقول له اي رئيس هيجي الناس هتنزل له، اي حد هيجي.